تأمين الحماية اللازمة والكاملة للأخوة المتظاهرين منذ ليلة أمس ولحد هذا اليوم. الأمور تجري على خير ما يرام، ولكن هنالك مع الأسف أنه البعض خلق بعض الاحتكاك مع القوات الأمنية المجردة من أي سلاح. القوات الأمنية موجودة فقط في ما يخص التجهيزات الخاصة بالحماية دون أن يكون هنالك أي سلاح. حاول البعض مع الأسف من هؤلاء والذين أيضا تم رفضهم من الأخوة المتظاهرين السلميين باستخدام المولوتوف وأيضا أسلحة، والأسلحة كانت بعضها أسلحة نارية وأيضا آلات جارحة. على ضوء ذلك تم إلقاء القبض على عدد منهم وفق المواد القانونية. تؤكد الوزارة استنفار كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتقديم كافة الخدمات الصحية وأهمها خدمات الطوارئ وخدمات الإسعاف ونقل الجرحى. تم استقبال أكثر من 200 جريح من أخواننا أبطال القوات الأمنية، أكثرهم خرجوا متحسنين باستثناء حوالي 24 أو 25 جريح أصابتهم خطيرة لا زالوا يتلقون العلاج في مؤسسات الوزارة، وأيضا تم استقبال ما لا يقل عن 40 جريح من المدنيين أغلبهم إصاباتهم طفيفة وجميعهم خرجوا متحسنين. أيضا هاي تدمير للعجلات اللي موجودة بعد هنا نشوف عمليات حرق تصير من قبل البعض اللي يحاول جر هذه التظاهرات وخروجها عن سلميتها. ايضا هذا احد الكرفانات اللي خاص بالمنتسبين ايضا تم حرقه. شوف الاصابات، يعني غالبيه الاصابات اللي نشوفها هي بالراس بالوجه من خلال رمي بالحجارة أو عمليات في بعض الأحيان حرق أيضا من خلال الملتوف وشظايا من خلال رمانات يدوية. هذه ساحة الجسر الجمهورية وهذا المطعم التركي. هنا قوات حفظ القانون، هنا العدد من الحقيقة المجاميع اللي تحاول أن تحسب نفسها على المتظاهرين. فقط تجهيزات خاصة بحمايته، خودة، درع وأيضا واقي وكذلك هراوة. لا يوجد أي سلاح يحمل من قبل القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المتظاهرين. ما يطالب به شبابنا في التظاهر السلمي وأيضا قواتنا واجب حمايتهم والدفاع عنهم، وأتمنى وأؤكد على التعاون ما بين المتظاهرين السلميين وما بين القوات الأمنية.